كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين سلسله من البحوث والمحاضرات نتناول بها القضيه المهدويه بابعاد متعدده. القضيه الاولى في عالم اليوم هي قضيه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه القضيه يجب يتم التناول والبحث في كل مراكز الدراسات والمراكز العلميه والاكاديميه. القضيه المهدويه هي القضيه الاولى الان في هذا العالم لان هي العقيده السليمه التي يتحدث بها الباري تبارك وتعالى ورساله السماء انما هي في قضيه الامام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه مجموعه كبيره وهائله كما في الروايات سته الاف روايه في الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من روايات السنه والشيعه والمذاهب والطوائف والاديان والكتب السماويه تحدثت عن القضيه المهدويه بكل ابعادها نحن الان وفي هذه المرحله كم نتوجه للامام المهدي الناس كم يتوجهون للامام المراكز العلميه ومراكز الدراسات والاكاديميه كم هي تتوجه الى هذه القضيه المحوريه الاساسيه في عالم الوجود هذا محل سؤال وتساؤل وايضا نحن على مستوى المجتمعات والامم والمحيط الاجتماعي والاسري ايضا بحاجه الى مراجعه حقيقيه الى اهتماماتنا نحن كم نجعل لقضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه اهميه في حياتنا نحن في اليوم كم مره نتذكر الامام صلوات الله وسلامه عليه، واذا تذكرنا الامام ماذا نصنع؟ هل نقول اللهم عجل لوليك الفرج؟ هل نتصدق عن الامام المهدي؟ هل نحاول ان نتزود معرفيا وعلميا بالفهم والقراءه الصحيحه؟ في الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه رسالة مهمة وأساسية إلى أولياء الأمور إلى المربين إلى الآباء إلى الأمهات إلى كل مراكز التعليم مهم جدا أن القضية المهدوية تكون هي القضية الأساسية الأولى في اهتماماتنا بصراحة نحن اليوم بحاجة إلى مراجعة حقيقية إلى المناهج الدراسية بحاجة إلى مراجعة إلى المراكز العلمية وتوجيه هذه الأجيال الأجيال الصغيرة من يعني من مرحلة الروضة والتمهيد إلى المدرسة إلى الثانوية إلى الإعدادية إلى المتوسطة إلى الجامعة كل هذه المراحل علينا أن نجعل القضية المهدوية هي القضية الأولى لهذا الإنسان، لذلك نحن نتناول قضية الإمام المهدي من أبعاد مختلفة ولماذا نقول نتناول؟ لأن مع الأسف عدم تناول القضية المهدوية أعطى وفسح المجال للبعض أن يطرقوا قضية الإمام المهدي بطريقة غير صحيحة، حاولوا الإساءة إلى القضية المهدوية، حاولوا أن يطرحوا قضية الإمام المهدي كما في بعض الروايات الاسرائيليه ان الامام اذا ظهر الامام لا يقبل التوبه وهذا كلام خاطئ وغير صحيح، الامام صلوات الله وسلامه عليه هو امام الرحمه، هو الامام الذي يتقبل من الناس التوبه، لماذا يغلق ابواب التوبه؟ وامام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نحن نعيش في كنف رحمته ورعايته وبره لنا. صلوات الله وسلامه عليه أيضا حاولوا أن يقولوا أن القضية المهدوية لو ظهر الإمام أن الرؤوس ستطير وأن الدماء تصل إلى الركب أيضا هذا إظهار غير حقيقي وغير صحيح لقضية الإمام أرادوا أن يبينوا أن القضية المهدوية هي قطع للرقاب وإراقة للدماء بالعكس الأمن والأمان الآن الشعوب والمجتمعات في كل بلاد العالم في الشرق والغرب لا يشعرون بالامن والامان العالم باكمله يخشى ويخاف ويقلق من المستقبل الناس ماديا الان هم في ضيق الناس اجتماعيا هم في عسر العالم يتوجه الى المجهول كل الناس يقولون ماذا إذا بكرنا صباحا لا نعلم سنبكر صباحا سنكون أحياء أم لا؟ وإن كنا أحياء كيف هي أوضاع الأوضاع المادية؟ الوضع المعيشي عند الناس يوم على يوم في عسر ولكن في عصر الإمام المهدي سلام الله عليه عالم هو عالم الأمن والأمان. عالم الإمام المهدي هو عالم السلم والسلام. البشرية منذ آدم عليه السلام والى يوم القيامه لا تنعم بامن وامان وبسلم وسلام الا في عصر الامام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البشريه لا تنعم بالخير والبركات، الخيرات والبركات في عصر الامام تنزل من السماء ومن وتظهر من الارض حتى ان الناس يبحثوا عن فقير فلا يجدوا فقير حتى يتصدقوا عليه. ايها الناس ادعوا لتعجيل فرج الامام عجل الله تعالى فرجه الدعاء لتعجيل الفرج هو حل لمشكلتنا لا تحل هذه المشاكل وهذه الازمات وهذه الحروب وهذه الانتكاسات الماديه الاقتصاديه لا تحل ولا تعالج ابدا الا بظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ما في مشكله ماديه حتى النفوس الروايه تقول أن الإمام يمسح على العقول فتكتمل، كيف يمسح هذا علمه عند الله تبارك وتعالى مادياً غيبياً علمه عند الله ولكن هذه الرعاية المباركة للحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا شك إلها تأثير كبير على هذه الأمم، إلها تأثير كبير على كل الناس، من أين نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من هذه الروايات المتواترة الواردة عن رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم إذا أيها الناس البشارة البشارة أن إنقاذ العالم من الحروب ومن الأزمات ومن كل هذه الابتلاءات ومن الفاسدين في كل الدنيا لا يكون إلا بظهور الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه إذا لندعو لتعجيل فرج الإمام لا تستهين بدعائك صباحا ظهرا عصرا مساء في كل ساعه في مضان الاستجابه عند الاذان تسمع المؤذن يقول الله اكبر ارفع يدك بز... الى السماء قل اللهم عجل لوليك الفرج تكون عند الامام الحسين عليه السلام تحت القبه قبل ان تذكر حوائجك قل اللهم عجل لوليك الفرج لو كنت في مسجد السهله والكوفه قل اللهم عجل لوليك الفرج لو كنت في حرم الامامين الجوادين عليهما السلام العسكريين عليهم السلام عند الامام امير المؤمنين في كل مكان ادعوا لتعجيل فرج الامام اذا انت جالس على المائده انتهيتم من المائده قولوا اللهم بارك لمولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه وادعوا لتعجيل فرج الامام علموا الاطفال الدعاء لتعجيل فرج الامام لا تنشغلوا بالدنيا ولا تجعلوا للدنيا ذلك الاهتمام وحتى للناس المؤمنين الاهتمام الاكبر والكبير هو الى الامام المهدي المنتظر مشكلتنا ابتعادنا عن الامام لو اقتربنا من الامام وجعلنا هذه العقيده عقيده راسخه وفي ابنائنا وفي شبابنا وفي مجتمعاتنا منذ البد منذ البدايه نعلم الطفل الصغير ان يقول السلام عليك يا صاحب الزمان. علموا اولادكم الصغار ان يقول يا صاحب الزمان، يا بقيه الله، منذ الصغر ازرعوا حب الامام المهدي وعشق الامام المهدي و الانجذاب الى الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. في البدايه نتناول الحديث عن علائم الامام، طبعا ليست المراد العلائم اللي كثير من هذه الصفات الظاهريه لا ندخل في هذه التفاصيل ولا انصح الدخول في هذه التفاصيل وانما الكثيرون ادعوا المهدويه كذبا، الان مدعي المهدويه كذبا بكثره وكل فتره يطلعون مجموعه يخرجون هذا يدعي السفاره وهذا يدعي انه ظهر الامام المهدي، وهذا يدعي انه ظهر سفير الامام المهدي، وهذا يدعي المهدويه وانه هنالك من المهديين، وهذا صافح الامام، وهذا التقى بالامام. هؤلاء هذه الفتن من علامات ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه، ومدعى المهدويه موجودين في كل مكان، الروايه مو وارده في روايه اهل البيت ان تلك المراه المؤمنه الصالحه حبابه الوالبيه التي جاءت عند الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسالته عن الامام كيف اعرف ان هذا هو الامام الامام كان في المسجد اشار الى حصى قال اتنبي بهذه الحصى الامام ختم على الحصى وختم الامام ثبت على هذه الحصى قال له الامام امير المؤمنين كل من يختم على هذه الحصى فهو حجه الله وهو الحجه من بعدي ايضا دخلت على الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وكان في مسجد رسول الله اشار اليها يا حبابه تعالي الى هنا جاءت اليه ايضا ختم الامام الحسن على هذه الحصى، ايضا الامام الحسين كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله ختم على هذه الحصى، ايضا الروايه تقول عن الامام علي بن الحسين زين العابدين ذهبت اليه حبابه الوالبيه ايضا قال لها اتني بهذه الحصى وختم علي على هذه الحصى ايضا الامام محمد الباقر وايضا الامام جعفر الصادق والامام موسى بن جعفر الكاظم الله مد في عمرها الى حياة الامام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه وكانت امرأة كبيرة بالعمر لما نظرت الى الامام الرضا عليه السلام قال ائتني بهذه الحصى هذه الحصى اللي ختم عليها امير المؤمنين ولا من بعده ختم عليها الإمام الرضا بعد ثمانية أشهر تسعة أشهر رحلت من الدنيا هذه علامة من العلامات وإلا الذين يدعون السفارة والذين يدعون أنه أنا أنا اليماني وكل يوم نسمع كلام الكلام يقولون هنا هنالك في اليمن الجماعة الفلانية هي الجماعة هم جماعة اليماني وهذا اليماني ظهر في اليمن وهذا اليماني طلع ألا الآن ليست هنالك اي مبادره، لم نرى اي شيء من العلامات الحتميه، ولا تصدقوا هذه الاحتمالات، ولا تصدقوا هذه الظنون، لا تصدقوا احدا، استمعوا الى روايات اهل البيت عليهم السلام، من يدعي انه مبعوث من الامام او انه من انه ممثلا للامام، أو يدعي المهدوية نحتاج إلى دليل وبرهان وهذه العلائم الموجودة من ضمن هذه العلائم بالنتيجة حجة الله ليس لكل إنسان أن يدعي أنه الحجة لله أنه الإمام المهدي لذلك أنا أوجه رسالة للجميع كونوا على حذر تريثوا بالأفكار اللي تسمعوها الناس يقول لك هذا الكت... هذا الحديث موجود مثلا في كتاب الأمالي ذكروه الشيخ الصدوق او الشيخ الطوسي او الشيخ المفيد، نعم ذكروا هذه الروايات، سؤال هل هذه روايه معتبره؟ هذا اولا، سند الروايه، فعلا هذه الروايه معتبره، الامر الاول، تطبيق هذه الروايه، من يقول ان في الروايه لو ذكر اسم معين يعني فلان، من يقول ان فلان هو صاحب هذه دلاله هذه الروايه، فكونوا على على بينه، كونوا على معرفه الانسان اللي عنده معرفه الانسان اللي عنده قراءه صحيحه للروايات يعرف ان هنالك علامه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مثلا من العلامات ان الحجه تظلله غمامه او غمامه سؤال هذا الانسان اللي يدعي المهدويه تظلله غمامه مثلا هذا الانسان بامكانه لو ختم على الحصى ظهر الاثر على هذه الحصى هنالك علامات لقضية الإمام المهدي ليس كل إنسان يدعي ارتباطه بالإمام وعلاقته بالإمام بعدين ابتعدوا عن الناس العاديين حتى لو كان إنسان ذو علم ومعرفة وظاهر إنسان عالم أنه أنا أجعل هذا الإنسان قدسية كبيرة لا تجعل القدسية لأي إنسان غير الإمام المعصوم الإمام المعصوم من الإمام أمير المؤمنين من رسول الله إلى السيدة الطاهرة فاطمة عليها السلام إلى أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي. القدسية لال محمد لمحمد وإل محمد عليهم السلام فقط وغير ذلك لا قدسية، نعم نحترمهم إنسان عالم جليل نحترمه ونقدره ونقلده ما في مشكلة أبداً بالعكس هذه وظيفتنا الشرعية ولكن نقول أنه قدسية لا للإمام المعصوم فقط. لذلك عليكم أن تفرقوا لازم نفرق لازم نجعل لحجه الله نجعل لمحمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم نجعل القدسيه المطلقه لانها من الله تبارك وتعالى غير الامام المعصوم نعم نحترمه ونجله ولكنه غير معصوم فنقرا هذه الروايات مجموعه من الروايات وارده نقراها في هذا البحث اللي تكلمنا عن اوصاف وعلامات الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لمن نرجع في هذه الروايات؟ نرجع الى رسول الله صلى الله عليه واله، نرجع الى اهل البيت ولا من, من اين ناتي بهذه العلوم؟ ناتي بها من محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم. الروايه قال رسول الله صلى الله عليه واله المهدي من ولدي ابن أربعين سنه. يعني الذي ينظر اليه للامام نعم عمر الامام اكثر من الف سنه ولكن لما تنظر الى الامام كانه ابن اربعين سنه كان وجهه كوكب دري يعني هذه الصفه لا نتمكن احنا بالصفات الماديه نحكي عنها ما تمكن اقول كوكب دري يعني ماذا يعني هذا النور اللي يخرج من الإمام صلوات الله وسلامه عليه في خده الأيمن خال أسود هسه يجي واحد من الجهلة يقول أنه أنا في خدي الأيمن مثلا خال أسود هذا يعني ماذا؟ هذا إنسان جاهل مسكين ولكن الإمام أولا صفته ابن أربعين ثانيا وجهه من النورانية ككوكب دري في خده الأيمن خال أسود عليه عباءتان كأنه رجل من رجال بني إسرائيل يملك عشرين سنة طبعا هذا رواية من الرواية رواية تقول عشرين سنة يحكم الإمام رواية تقول سبعين سنة يحكم الإمام روايات متعددة يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك هذه صفة الكنوز ما هي الكنوز نحن نتصور الكنز يعني الذهب والفضة لا قد أكبر من ذلك الكنوز قد تكون الكتب السماوية يستخرج إلى الناس التوراة الإنجيل الزبور يحكم ويحكم الله تبارك وتعالى يستخرج الكنوز الإمام سلام الله عليه ويفتح مدائن الشرك هذه رواية في علامة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يخرج المهدي وعلى راسه غمامه يعني هذه من صفات هذا الانسان اللي الان يدعى المهدويه قل له انه يريدك ان تمشي وعلى وعليك تكون غمامه هذه علامه من علامه الامام سلام الله عليه فان لم تكن ذلك فهو يفتري يخرج المهدي قال صلى الله عليه واله يخرج المهدي وعلى راسه غمامه فيها في هذه الغمامه التي تظلل للامام عجل الله تعالى فرجه الشريف ينادي هذا المهدي خليفه الله فاتبعوه يعني هذه الغمامه فيها رساله الرساله توجه الى جميع الناس ان هذا هو الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف يدعو الناس الى اتباع الامام يعني ان هنالك اياد غيبيه قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في جوانب غيبيه هنالك جوانب بشريه الجوانب الغيبيه بمعنى ان الامام صلوات الله وسلامه عليه يبين للناس معاني ويظهر للناس كرامات ومعاجز هذه الكرامات كما كان الانبياء يظهرون هذه الكرامات وهذه المعاجز ايضا الامام صلوات الله وسلامه عليه يظهر هذه الكرامات، اذا رسول الله صلى الله عليه واله يقول ان هنالك غمامه تظلل للامام وفيها مناد يقول هذا المهدي خليفه الله فاتبعوه. ايضا روايه الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عنده اكثر من مورد واكثر من خطبه يتحدث فيها عن الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. في احدى الخطب طبعا يعني ناخذ الجانب اللي يتحدث عن علامات الامام سلام الله عليه يقول المهدي من ذريتي يظهر بين الركن والمقام عليه قميص ابراهيم وحلة اسماعيل وفي رجله نعل شيث هذه كلها علامات كلها صفات يعني الائمه سلام الله عليهم يميزون الامام صلوات الله وسلامه عليه بصفات معينة بعلامات معينة هذه العلامات تدل على الإمام صلوات الله وسلامه على ظهور الإمام أين يكون الروايات تقول أن الإمام يظهر في المدينة ولكن قيام الإمام يكون في مكة في مكة الإمام يقول بين الركن والمقام والتسديد الإلهي يعني رسالات الأنبياء تجتمع في مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليه لذلك كيف هذه الرسالات أنه القميص الذي يلبسه الإمام هو قميص خليل الله إبراهيم نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه والحل التي على الإمام هي أيضا لإسماعيل وحتى النعل شوف هذا التركيبة الكاملة تركيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، لماذا هذه الروايات من رسول الله وامير المؤمنين؟ كل هذه التفاصيل سؤال لماذا اهل البيت لما يحكون عن قضيه الامام المهدي يحكون عليه عنها بطريقه تفصيليه، يعني يتكلم عن القميص، يتكلم عن الحله، يتكلم عن نعل الامام صلوات الله وسلامه عليه، شو السبب؟ لماذا؟ حتى يقطعون الطريق على الاخرين. هنالك الكثير من يدعون المهدويه. وكثيرون من ينسبون أنفسهم يعني يأتي إنسان جاهل يعجب بشخص معين يقول هذا هو المهدي هذا راح يكون هو نعوذ بالله استغفر الله فالأئمة سلام الله عليهم يقطعون الطريق هذه رواية رواية أخرى أيضا وردت أيضا في خطبة البيان للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنتم تشاهدون أن في فترة الحكم القصير للإمام علي عليه السلام اللي هي قرابه اربع سنوات وسبعه اشهر ثمانيه اشهر هذه ايام الحكومه الظاهريه للامام امير المؤمنين. الامام انت التفتوا جيدا كان بين حرب الجمل وصفين والنهروان. يعني الامام في هذه السنوات القليله كان مشغول بالحروب. كانت الحروب داخليه من قبل من من المنافقين للامام يعني الخوارج موجودين بالكوفه حول الامام هذا فيه تفصيل والحروب الحروب الخارجيه ايضا كمعاويه وما اشبه كانت حروب يعني الامام كان مضغوط رغم الضغوط الكبيره والالتزامات الكثيره والقضايا الكثيره انظروا في خطبه البيان للامام امير المؤمنين يركز على علامات الامام المهدي ينبه الناس يرشد الناس، الإمام من ذلك الوقت يخاطبنا يوجه إلينا رسالة أنه هذه العلامات انتبهوا لا تنخدعوا بكلام الآخرين ليس كل إنسان يدعي المهدوية، لا هذه علائم الإمام، هذه أوصاف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الآن هذه الصفات اللي يذكرها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فعلاً الإنسان يتوقف يعني يحتاج الى تامل يحتاج لما نقف عند الكلمات وننظر ماذا يقول الامام سلام الله عليه يقول هو صاحب الوجه الاقمر هذا وجه الامام طبيعي الامام المهدي هو ابن فاطمه هو ابن امير المؤمنين هو ابن الامام الحسين سلام الله عليهم هو ابن هو عصاره محمد وال محمد عصاره الانبياء عصاره رسالات السماوات والأنبياء ولا إما كل الأنبياء عصارت هذه الرسالات في قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف فلذلك صفات في الإمام المهدي سلام الله عليه لا نجدها في غير الإمام لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام هو علامات يعطينا علامات يعطينا أوصاف للإمام حتى لما نتوجه إلى قضية الإمام المهدي نكون على حذر نشوف هذه المواصفات موجوده ولا لا؟ هو صاحب الوجه الاقمر والجبين الازهر وصاحب العلامه والشامه العالم غير المعلم. يعني الامام المهدي له علم لدني من قبل الله تبارك وتعالى، لان الامام كان عمره خمس سنوات واستشهد الامام الحسن العسكري سلام الله عليه، فاذا هو العالم غير المعلم المخبر بالكائنات قبل ان يعلم يعني الناس قبل ان يعرفوا بما يجري في هذه العوالم الظاهريه والباطنيه عن هذا العالم عن هذا العالم عن العوالم الاخرى كل ذلك عند الامام فاذا هذا العلم من اين اخذ الامام المهدي سلام الله عليه انما هو علم لدني يعني ايحاء من الله تبارك وتعالى لحجته في الارض هو الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فاذا العالم غير المعلم المخبر بالكائنات قبل ان يعلم الا وان المهدي يطلب القصاص ممن لا يعرف حقنا هذه صارت الولايه لمحمد وال محمد والتبر من أعداء محمد وآل محمد هذا كلام الإمام أمير المؤمنين واضح وجلي أنك أيها الإنسان أن توالي أمير المؤمنين سلام الله عليه وأن توالي أهل البيت جزاك الله خير ولكن الأمر لا الأمر لا يكتفي يحتاج أن تتبرأ من أعداء أهل البيت قلب هذه عقيدتي العالم كله يعني لازم اليوم الطوائف كلها الاديان كلها المذائب كلها الكل يعلم نحن لنا عقيده معينه لماذا انا اتنازل عن عقيدتي يا اخي هذا الانسان الذي يد... يتبع الدين الفلاني عنده هذه العقيده هذا البوذي عنده هذه العقيده هذا عبده النار عدم هذه العقيده عبده الشيطان عدم هذه العقيده انا عندي عقيده هذه العقيده انني اوالي من يوالي محمد وال واتبرأ من اعداء ال محمد انظروا العباره امير المؤمنين في خطبه البيان يقول ذلك الا وان المهدي هذه علامة الامام هذه خصائص الامام سلام الله عليه الا وان المهدي يطلب القصاص هذا القصاص قصاص ممن؟ الذين الذين هم اعداء محمد وال محمد سلام الله عليهم يطلب القصاص ممن ممن لا يعرف انظروا جيدا تاملوا في الكلمات ممن لا يعرف حقنا وهو الشاهد بالحق وخليفه الله على خلقه هذا هو الامام الامام علامته هو الشاهد بالحق وخليفه الله على خلقه اسمه كاسم جده رسول الله صلى الله عليه وآله هو اسمه اسم رسول الله ابن الحسن ابن علي عليه السلام من ولد فاطمة من ذرية الحسين هذا هو الإمام المهدي اللي يذكر الإمام أمير المؤمنين في خطبة البيع رواية أخرى مروية عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أيضا هذه الرواية تتحدث عن الإمام المهدي أنه تفاعل الناس مع القضية المهدوية إقبال الناس على قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه لو ظهر الإمام الناس كيف يتفاعلون كيف يتقبلون الإمام حتى تعرفون أن الحق ليس بالأمر الهين رسول الله لما دعا الناس إلى الله تبارك وتعالى استقبلوه بماذا؟ استقبلوه بالحجارة ضربوا الرسول بالحجارة إلى أن أدموه فرشوا طرق قبل الاشواك الامام المهدي هكذا الامام الحسين سلام الله عليه هذا امير المؤمنين خمسة 25 سنه سمعتم عن الامام امير المؤمنين امامكم علي بن ابي طالب عليه السلام اغتصبوا الخلافه من عنده 25 سنه اغتصبوا الخلافه وابعدوا الامام عن الخلافه الظاهريه وهذا الامام الحسن شنو عملوا فيه الامام الحسن عليه السلام لما دخل في صلح مع معاوية أليس أصحابه جاءوا إليه وهذا اللي ضربه بخنجر في فخذه من ضربه الإمام من اللي وقف أمام الإمام وهذا الإمام الحسين ماذا عملوا به بكربلاء ولا إما سلام الله عليهم عموما كل لا سلام الله عليهم معاناة كبيرة معاناة كبيرة الإمام الحسن العسكري كان معتقل إلى الحاكم العباسي اسبوعيا مره ومرتين لازم يذهب الى قصر الحاكم العباسي كان يوصل الامام لشيعته لا احد يكلم انا ورايح بالطريق لا يكلمني احد ولا يأشر واحد بايده معاي ولا حتى بعينه حتى لا يعتقلوا هذا الوضع اللي كان لأمة أهل البيت الإمام المهدي سلام الله عليه هسه الآن نقول ما من من الذي يقوم بذلك نحن لا نعلم الرواية تتكلم بصورة عامة الروايه عن الامام الحسين عليه السلام تتكلم بصوره عامه عن علامه ظهور الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه علامه الامام يقول لو قام المهدي لانكره الناس هذه عباره عامه يعني الناس لا يتقبلون الامام مباشره الان الناس يدعون الى الامام الان انظروا انظروا الى الفئويات انظروا الى القراءه المصغره القراءه اللي فيها تعصب اعمى القراءه اللي فيها صنميه للاشخاص هذا الانسان اللي يعبد واحد من الاشخاص ينظر للامام المهدي بعد كيف يتعامل مع الامام الناس ناس المصالح ناس يتركون الدين الناس يتركون الامام المهدي لانهم يتوجهون الى الدنيا ولا اهل الدنيا وهذا الامتحان عسير ظهور الامام عجل الله تعالى فرجه امتحان لا تكلم عن الكفار لا تكلم عن المسلمين عامه تكلم عن الشيعه خاصه ان الشيعه كيف تتعامل مع قضيه وظهور الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف لذلك الامام الحسين عليه السلام يضع النقاط على الحروف ويبين يقول لو قام المهدي لأنكره الناس الناس ينكرون يعني الناس مباشرة لا يتقبلون الامام صلوات الله وسلامه عليه لماذا أحد اهم اسبابه عدم المعرفة لذلك دائما من زار الحسين عارفا بحقه من مات ولم يعرف امام زمانه انظروا العبارة اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لما اعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللته هذه الضلالة لما يقول الإمام لو قام المهدي لأنكره لأنكره الناس لماذا هذه الضلالة لان الناس لا معرفة لهم بالإمام وهذه مسؤولية أنه اليوم إما اخذ كتاب وكتب موثقه في الامام المهدي واطلع عليها او استمع الى اناس ثقات على اليوتيوب محاضرات بالمئات موجوده في الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه استمع وابحث واتابع هذه قضيه تهمنا جميعا ترتبط بحياتنا بواقعنا لذلك الناس ينكرون لعدم المعرفه رسول الله من ذلك اليوم عالج المشكله من ذلك اليوم في كل الائمه سلام الله عليهم عارفا المعرفه معرفه الامام من معرفه امير المؤمنين لماذا الناس انكروا علي بن ابي طالب؟ لماذا الناس تخلوا عن امير المؤمنين؟ لماذا؟ لعدم المعرفه. لماذا الناس حاربوا الامام الحسين عليه السلام؟ لعدم المعرفه. لماذا الناس حاربوا الامام الحسن عليه السلام؟ تخلوا عن ابن رسول الله. لماذا تخلوا عن الامام الحسن؟ لعدم المعرفه كل الائمه مشكله الائمه جميعا مع الواقع ما اتكلم عن بقيه الاديان والمذاهب ما اتكلم عن الاعداء نتكلم عن شيعته ان الانسان الشيعي الموالي عليه ان يقرا في الامام المهدي كما ان عندي اهتمام بعملي وامور الحياه اليوميه ايضا اجعل القضيه المهدويه اساس في حياتي معرفه الامام جزء لا يتجزأ يتعلق حتى بصلاة الإنسان، حتى بصلاتي، حتى بصومي، حتى علاقتي بالله تبارك وتعالى، حتى بعلاقتي بأهلي بمجتمعي. لذلك لما تقرأ دعاء الندبة وتندب الإمام وهذا أضعف ما أقدمه للإمام، لما أعيش أجواء غيبة الإمام وحاجتي للإمام هذا مهم هذا له تأثير كبير. تعلمون أن دعاء الندبة فيه أسرار لمن يقيم هذا الدعاء، لمن يحضر هذا الدعاء، لمن يقرا هذا الدعاء. سواء كان في البيت او في المركز او في الحسينيه او في المسجد، هو هذا التفاعل مع الامام. نحن نريد هذا التفاعل مع المعرفه. هذه المعرفه اللي المجتمع الموالي بعيد عن المعرفه لاهل البيت سلام الله عليهم. لذلك الامام الحسين عليه السلام يقول لو قام المهدي لانكره الناس، الناس ينكرونه. تصور من الناس من نتكلم عن الآخرين الناس يقصد الذين هم حوله هم شيعة الإمام قد ينكرون الإمام لعدم المعرفة بالإمام سلام الله عليه لأنه يرجع إليهم شابا ما عنده معرفة بالإمام الروايات تقول الإمام يرجع شابا وهذا يتصور الإمام عمره أكثر من ألف سنة يتصور رجل كبير بالعمر في الظاهر ولكن ربنا يرجعه شابا وهم يحسبونه شيخا كبيرا بأدنى معرفة بأدنى معرفة يتمكنون يتغلبون على هذه الأمور هذه رواية رواية أخرى عن الهروي يرويها عن الإمام علي بن موسى هذه كل علامات الإمام المهدي سلام الله عليه طبعا هذه علامات ضرورية أنا ما أدخل بالعلامات التفصيلية ولا أرجح ذلك يعني اتقيد بالروايات اللي توجهنا حتى لما نريد ان نتعلم نتعلم علامات الامام، اوصاف الامام نروح على الاوصاف المتاحه، الاوصاف اللي احنا بامكاننا نتفاعل معاها في قضيه الامام صلوات الله وسلامه عليه. الروايه عن الامام علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليه. يسأل الإمام الهروي يسأل الإمام يقول ما هي علامات القائم منكم إذا خرج؟ هذه أيضاً رسالة مهمة أن الإمام إذا خرج شنو علامته؟ شنو هذه العلامة التي تتعلق بالإمام؟ ما هي العلامة؟ بالنتيجة الناس من عصور الأئمة يسألون هذا السؤال يعني هذا السؤال في قضية في أيام الإمام موسى بن جعفر كانت قضية المهدوية لها انطلاقه كبيره وتاثير كبير في عصور الأمة الا في قضيه الامام مسلم بن جعفر، ما اريد ادخل في تفاصيل الحدث، ولكن عموما الشيعه كانوا دائما يسالون يسالون عن القضيه العقديه العقائديه في حياتهم وقضيه الامام اللي الها محوريه مهمه، اللي الها تاثير مهم في حياه الناس وتركيز الأمة يعني لما أبو الصلت الهروي لما يسأل هذا السؤال من الإمام الرضا عليه السلام لماذا؟ لأنه يشاهد أن هنالك كما هائلا من الروايات من أهل البيت في حق الإمام فلذلك يرى أنه أن يسأل الإمام يعني بدأ اهتمام هذا الاهتمام من شيعة أمة أهل البيت عليهم السلام يدل على أن الأمة هم مهتمون لذلك شيعتهم أيضا يهتمون في هذه القضية المهدوية اللي يعتبروها صح الإمام الآن موجود الإمام ليس بموجود الآن الآن الإمام الرضا موجود الآن الإمام الجواد موجود الآن الإمام موسى بن جعفر موجود مع كل ذلك يبحثون ويسألون هذه رسالة لأما يجيبون حتى الرسالة تصل إلينا حتى نحن نعرف علائم الإمام سلام الله عليه ونعرف صفات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ف يسال آه طبعا عندنا اتصال بس انا اكمل يلا مو مشكله نتلقى الاتصال وبعدين نكمل الروايه ان شاء الله. الاخ ابو زهراء من تلعفر تفضلوا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك؟ شلون حلان صحتك؟ اهلا ومرحبا حياكم الله. رحم الله والديك. شيخنا عندي سؤال. نعم. ما هي علامات الظهور؟ نعم. يعني انت... اولا بلي. عندي بعد سؤال يدور براسي شنو واجباتنا في زمن الغيبة؟ نعم ان شاء الله ان شاء الله احسنت والسؤال الثالث عندي امام المهدي عجل الله فرجه الشريف نعم من يظهر يظهر بملابس قديمه مثلا زي قديم زي رسول الله وزي امام علي زي امام حسين عفوا عيد سؤالك الثالث سؤالك الثالث عيده شنو تفضلت؟ امام المهدي نعم من يظهر يظهر بزي تاريخي مثلا زي امام م. علي وزي رسول الله لو بين نعم احسنت احسنت جزاك الله خير اولا الاخ ابو زهران من تلعفر سال سؤال حول علامات ظهور الامام تعلمون احنا في روايات اهل البيت نحن نتقيد بالروايات يعني انا ما انقل كلام هذا الكاتب وهذا المؤلف يكن من يكن حتى الاسماء الكبيره انا اذكر روايات اهل البيت انا مقيد أنه في قضية الإمام المهدي نرجع إلى القرآن الكريم وإلى روايات أهل البيت عليهم السلام أنا ما أرجع إلى الاستظهار وإسقاطات الآخرين وهذا ماذا يقول ذاك ماذا يقول يكون من يكون أنا أنظر إلى الرواية الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام إحنا عدنا الروايات عن أهل البيت تقول العلامات على قسمين عدنا علامات حتمية يعني أكيد تقع هذه العلامات وأيضاً قد يكون هنالك بداء العلم عند الله يعني ماذا بداء؟ يعني الأمر عند الله تبارك وتعالى قد أن هذه العلامات تتغير ولكن هي علامات حتمية وأما علامات غير الحتمية إحنا ما نذكرها وما نحكي فيها لأننا مش مطالبين أن نبحث في العلامات غير الحتمية نتكلم فقط في العلامات الحتمية الحلام... العلامات الحتمية طبعاً هذا لكل مؤمن وكل مؤمنة يكون أمر واضح اولا الصيحه صيحه جبرائيل ينادي بين السماء والارض يا اهل العالم لقد ظهر مهدي ال محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم هذا النداء النائم يسمعه فيقوم والانسان ال الانسان الواقف يمشي يعني كل العالم بكل لغاتهم يسمعون نداء جبرائيل يا اهل العالم لقد ظهر مهدي ال محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم فالصيحه اولا هذه علامه حتميه الامر الثاني الخسف في البيداء الارض بين مكه والمدينه تبتلع جيش السفياني اللي كان واصل الى مكه يعني جاي من الشام واصل الى مكه ومن مكه متوجه الى المدينه لكي يقبض على الامام يوصل الى المدينه ما يجد الامام يرجع من المدينه متوجه الى مكه بالارض تخسف او تخسف بجيش السفياني هذا الخسف في البيداء هذه من اهم العلامات هذه يعني حتى البعض يمكن عنده عدم معرفه وعنده تشكيك ولكن لما تحدث هذه القضيه يظهر للعالم ظهور الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الامر الثاني الامر الثالث خروج السفياني الان الى الان اللي انا احكي معكم في هذا البث المباشر السفياني ما إلى اي اثر هو في الشام والرواية تقول أنه مركز سيكون في الغوطة واليماني اليماني من اليمن وأيضا اليماني يعني ليست هنالك أي دلالة وأنا أنا أنصح الكثير من الإخوة اللي يعملون إسقاطات على موضوع اليمن وعلى موضوع بعض الجهات وبعض الإشخاص نصيحتي لله اتركوا هذا العمل ابتعدوا عن الاسقاطات، لا توقعون الناس في الشبهات ولا توقع نفسك في الشبهه، خلي الامر لوقته لان هذه العلامات كلها راح تكون مع بعض. يعني قضيه السفياني واليماني، كل هذه العلامات راح تكون في فتره متقاربه، اما في يوم واحد اما في اسبوع واحد واما في شهر واحد، في فتره متقاربه جدا تكون هذه العلامات مع بعض. العلامه الخامسه قتل ذي النفس الزكيه. انسان يقتل في الحرم المكي، هذه خمس علامات حتمية. اللي من علامات علامات حتمية لقضية الإمام المهدي، هذه العلامات الخمس إلى الآن اللي أنا أحكي معكم لم يتحقق منها أي علامة. هذا السؤال الأول، السؤال الثاني هو سؤال واسع وشامل أنه احنا مسؤوليتنا في عصر الظهور، هو هذا البرنامج وقراءة هذه الروايات هو الحديث عن مسؤوليتنا. مسؤوليه نحن ماذا علينا ان نعمل في عصر الظهور، في عصر الغيبه. الحديث يقول عليكم بالمرابطه، المرابطه من؟ الانسان اللي يدخل في معركه ويستعد، احنا لازم الان نستعد ليس فقط جسديا، لا نستعد روحيا. يعني الانسان الذي يهذب نفسه، يزكي قلبه، الامام المهدي يريد انسان طاهر. يريد الانسان لا ياكل لقمه الحرام. يريد الانسان لا ياكل اموال اليتيم، يريد الانسان الذي لا يؤذي الناس، يريد الانسان الذي يلتزم بصلواته وبصومه، مو الانسان الذي يتلاعب بحكم الله كما يريد. يريد إنسان مطيعا لله تبارك وتعالى، الامام المهدي هذه الصفات يريدها. لذلك احنا الان مسؤوليتنا اول مسؤوليتنا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، اهم مسؤوليه اننا نسال ونسعى دائما ودائما. العلامه الثالثه التي تتعلق بقضيه الامام المهدي هي طبعا السؤال الثالث اللي تكلم فيه زي الامام بعد هذا زي يتعلق بالامام المعصوم وفي وقته ان شاء الله. انا اكمل حديث الامام الرضا. الامام الرضا عليه السلام يقول لابي, الصل لأبي الصلت الهروي فقال علامته ان يكون شيخ السن شاب المنظر يعني عمره كبير أكثر من ألف سنة ولكن شاب المنظر حتى أن الناظر إليه ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها يعني اللي ينظر للإمام المهدي يقول هذا عمره أربعين سنة وأقل هكذا وأن من علاماته أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي حتى يأتي أجله الإمام لا لا يهرم ومثلنا إحنا الأعمار تؤثر بالإنسان كبر الإنسان لا هذا لا يؤثر بالإمام إذن اليوم حديثنا كان عن هذه العلامات المهمة طبعا هذه العلامات اللي أجدها مهمة في نظر القاصر في قضية الإمام المهدي ومواصفات الإمام المهدي إن شاء الله في حلقاتنا القادمة رح نتكلم بتفصيل أكثر في جوانب متعددة مهمة عقدية عقائدية في إن شاء الله مساء كل أحد ساعة ثمانية مساء بتوقيت كربلاء المقدسة وكل احد وثلاثاء مساء الساعة الثامنة مساء بتوقيت كربلاء المقدسة، إن شاء الله نكون معكم في هذا البرنامج المهدوي، هدفنا من البرنامج هو تعريف الناس بالإمام المهدي عن طريق روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. أسأل من الله تبارك وتعالى أن يزيدنا معرفة وحبا وولاء وأن نكون من المرضيين عند سيدنا ومولانا الحجة بن الحسن. صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اشكركم على المتابعه دعواتي لكم بخير الدنيا والاخره واخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج وحياكم الله